people of Syria, Palestine, New York, Ferguson, Baltimore. من كوريا الشمالية إلى سوريا وفلسطين واليمن وصولاً إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا بقيت قضايا الشعوب واحدة. المستضعفون يتعرضون لحروب ممنهجة ترتكب باسم الشعوب الغربية والشعب الأمريكي غير راض عن عدوانية حكومته وجرائمها. We hold Washington and Donald Trump responsible for that. The Israeli war machine is funded entirely by the United States. Its weapons are made here. It can do nothing without US approval. الغضب كان عارما في تظاهرة نيويورك الجامعة من العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا. موجودين هون لنستنكر العدوان الثلاثي اللي تم على سوريا، سوريا اللي هي كانت منتصرة وما تزال منتصرة. أنا غضبان كتير من العدوان الأمريكي على سوريا، وبحيي الجيش العربي السوري على انتصاراته، وجايين هون لحتى ندعم شعبنا السوري الصامد اللي له 8 سنين عم بيتعذب وعم بيعارك. أنا بحيي قائد سوريا، تحية لإله، الله يرحم شهداء الوطن. ضربوا القوات السورية، ضعفوا قوة الجيش السوري، لكنهم أوهم من أنه يضعف قوة الجيش السوري. وإذا كان الإعلام الأمريكي قد صور العدوان على أنه حقق أهدافه، فهذا ليس رأي المتظاهرين الذين يعرفون مستوى الفشل. فشلت القوى الإمبريالية والعالمية أنها تسقط النظام السوري، وانكشفت جدا الأحداث اللي حصل هناك، أن كل هذه المنظمات الإرهابية بدعم من القوى الدولية، وأن الشعب السوري والجيش السوري والدولة السورية بتكافح وتحافظ عن أرضها. النقمة على إدارة الرئيس ترامب وسياسته هائلة، وهذه الناشطة تتهمه بالعمل على إسقاط الاتفاق النووي وأخذ البلاد نحو حرب كارثية مع إيران. Wants to take us out of the Iran nuclear deal on May 12th and move us towards a path to another catastrophic war. We love the people of the United States, but we hate Trump. We don't like Trump. We love him. احرار امريكا كما خرجوا في الماضي ضد الحرب الفيتنامية وضد غزو العراق، يخرجون اليوم ايضا ضد العدوان على سوريا والعدوان على اليمن. نزار عبود، نيويورك، الميادين.